خوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن خوف أما نبغى ما بغى أنا باغي أشياء بطو باغي أنا. نخاف من الله سبحانه وتعالى. ما بغى ما بغى كده ما بغى كده ما بغى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نخاف من غير الله كخوفنا من الله سبحانه وتعالى. دمي كندي كده من جري ما بغى دعائين دين الله سبحانه وتعالى سيبو سلي بق ما بغى نتوب الله سبحانه وتعالى. هذا يكون شرك أكبر. إن يريني ما ينشى شرك أكبر. يخاف من أصحاب القبور كخوفه من الله هذا الشرك أكبر. بأن سين من كبغ أن إلى هم تومي متيئون بأن سين كبغ أن إلى فالله سبحانه وتعالى. نعم الثاني من الخوف خوف جائز. إن كروا دين هم كبغ أمنا إن كو كبغ إني من جريسيا. أخاف من النار من اللصوص. بأن سين مبغ كذا دينها كو أنا بيعون هكايو. أخاف من الأسد من الحيوانات المفترسة هذا لا أشكال فيه. أتوكل ما بغى كده يودينها معا أمون حيوان يأون أتوا أمون بناتان أتوا بيأنسين لايون يأون لونتا. نعم الثالث خوف محرم. إني كتون يا أمون كبوا لونيا محرم شيء أي حرام. بعض الناس يذنب يصنع ذم. دينها معا نس معا ما نس يا أمون ما خير ناس لا دوسا. ثم يخاف من التوبة لا يتوب. فقبوس ما بغى سيلا أموئين بكتوبات سين قد سيلا مكا بكتوبات هذا خوف محرم. إن كبغى إني ديش من جري حرام سيا لأن هذا من الشيطان. الشيطان لا يريد من العباد أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. بس لأن إن يريني دينها مع شيطان إن شيطان ديش ما بيا أموئين مكتوبات إن يسيوسيونا دينها مع إيبون سين الله سبحانه وتعالى.